فضيلة الشيخ عطية فقر، نتعرف معنا على أنواع النجاسات وعلى كيفية التطهر من كل نوع من هذه الأنواع. النجاسات كثيرة، منها الميتة التي ماتت بغير ذبح، وكذلك ما قطع من الحي فهو كميتته، لحديث رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، وهي لا تطهر بالغسل، أما جلدها فيطهر بالدباغ. ويستثنى من الميتة السمك والجراد، لحديث مقبول رواه أحمد والشافعي وابن ماجه وغيرهم: أحلت لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال. كما يستثنى ميتة ما لا دم له سائل كالنمل والنحل، فإنها طاهرة إذا وقعت في شيء وماتت فيه لا تنجسه، ولا خلاف في ذلك إلا ما روي عن الشافعي والمشهور من مذهبه أنه نجس ويعفى عنه إذا وقع في المائع ما لم يغيره. كما يستثنى عظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها وجلدها، لأن الأصل فيها الطهارة ولا دليل على النجاسة. روى البخاري أن الزهري قال في عظام الموتى كالفيل ونحوه: أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها ولا يرون به بأسا. وروى الجماعة أن شاة لميمونة ماتت فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها. ومن النجاسات إنفحة الميتة ولبنها فهو طاهر، لأن الصحابة لما فتحوا بلاد العراق أكلوا من جبن المجوس وهو يعمل بالإنفحة، مع أن ذبائحهم تعتبر كالميتة. وسئل سلمان عن شيء من الجبن والسمن والفراء فقال: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. ومن النجاسات الدم، ويعفى عن اليسير منه كقطرة أو قطرتين في الصلاة، كما يعفى عن دم البراغيث وما يترشح من الدمامل، لكن الأولى التبرؤ منه. والتطهر يكون بغسله بالماء، فإن بقي أثر يشق زواله فهو معفو عنه. ففي الصحيحين سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب ثوبها كيف تصنع به، فقال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. ومن النجاسات الكلب والخنزير، قال تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. والتطهر من نجاسته يكون بالغسل 7 مرات، إحداهن بالتراب أو بما يقوم مقامه من المطهرات كما قال بعض الفقهاء. ومن النجاسات قيء الآدمي وبوله ورجيعه، وذلك بالاتفاق، وتطهيره يكون بالغسل. ويكفي في بول الصبي الذي لم يأكل الطعام الرش، لحديث الصحيحين أن صبيا لأم قيس لم يبلغ أن يأكل الطعام بال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم
فدعا بماء فنضحه على ثوبه، والنضح يعني الغمر والتكاثر دون جريان وتردد وتقاطر. وروى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بول الغلام ينضح عليه وبول الجارية يغسل، وذلك كله إذا لم يطعما. ومن النجاسات الودي، وهو ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول ولا خلاف في نجاسته، والتطهير يكون بغسل ما أصابه بالماء. ومنها المذي، وهو ماء أبيض لزج يخرج عند التفكير في الجماع أو الملاعبة، وربما لا يشعر الإنسان بخروجه وهو في الرجل والمرأة. ونجس بالاتفاق لا غسل منه، بل يطهر بالغسل بالماء، رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال حسن صحيح. أما المني فالجمهور على أنه طاهر لأنه أصل الإنسان ويجب الغسل منه. قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا، وأغسله إذا كان رطبا، رواه الدارقطني والبزار. وروى الدارقطني عن ابن عباس: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب، فقال: إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة، وهو نوع من العشب. ومن النجاسات بول وروث ما لا يؤكل لحمه، لحديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستجمر بروثة الحمار، وقال إنها ركس أي نجس. أما بول وروث ما يؤكل لحمه فقال بطهارته مالك وأحمد وجماعة من الشافعية، وقال غيرهم بنجاسته، والتطهير يكون بالغسل بالماء. ومن النجاسات الخمر عند جمهور العلماء، لقوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. وذهبت طائفة إلى القول بطهارتها، وحملوا الرجس في الآية على الرجس المعنوي وهو الحرمة، وتطهر الخمر عند من يقول بنجاستها بصيرورتها خلا. ومن النجاسات الكلب والخنزير، والطهارة تكون بالغسل 7 مرات، إحداها بالتراب أو بما يقوم مقامه من المطهرات كما قال بعض العلماء. الله أعلم.